صباح الخير والعافية. حل حقيقي لمشاكل الشعر، حل حقيقي لتساقط الشعر. يعني من نقول حقيقي عن كلام الناس، يعني أمانة الله ورسوله لو شوفكم كمية الرسائل اللي تجي عنا ما تصدقون. حل حقيقي من أكيل الجبل، من ريمي وشامبو مالته، دني شغلتين فقط، وين ما تلقيهن أخذ من عندهم، مو إلا من عندي. هذا ب25 وهذا ب20 2، هذا ب45. شو تسوين اذا عندك تساقط بالشعر؟ قرطيفه، خشونه، شعر ما ينمو، شعر متقصف، شعر ليفه صاير، شعر لاستيك، شعرها شايفه الاطراف مالتها شلون مفشقه هيك مقسمه. هذا الحل، هذا ترجيه تاخذين كميه، وشون القطره تاخذين كميه تقطريها وين؟ عجلد على فروه الراس، وتبقين تدلكين بها باصابعك، تنزلين بها من فروه الراس لحد الاطراف 10 دقائق التركيه. بس ها شنو 10 دقائق؟ يعني لا فد شعر، فد علاقه او فد كب من نوبة غسيل. هذا الشامبو ما اقول لك من اول استعمال، اعطيك 10 ايام. 10 ايام اذا ما شفتي حل 100% الغي المتابعه من عندي.